بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الحفاظ على تماسك المرأة والرجل في الأسرة من الجانب الحميمي. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى في الأوائل ديال سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. شحال من شهوة كاينة؟ 7 ديال الشهوات في الدنيا كاع كلها شهوة. 7 ديال الشهوات عدهم الناس سيد ربي: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقالنا سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هنا هذا الفعل هذا ديال زينة في اللغة العربية ما قالش زين الله الشهوات، ولا قال زين الشيطان الشهوات، لا، قال زينة. وهاد زينة تتسمى مبني للمجهول، ما معرفش شكون اللي مزين، ماشي مبني للمعلوم. شكون اللي مزين هاد الشهوات؟ سيد ربي سبحانه وتعالى الحكيم اللي دار القرآن بكلام اللغة العربية اللي هي أفضل اللغات إلى قيام الساعة، فبغى باش يبين لنا بأنه تتصدق هكا وتتصدق هكا. إذا استعملنا هاد الشهوات في طاعة الله فالمزين هو الله، وإذا استعملناها في معصية الله فالمزين هو الشيطان. هذه نفهموها بمعنى أن هذه الشهوات فطرية في الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالدين الإسلامي دين الفطرة، ماشي بحال ديال النصرانية اللي منعين الزواج وتيرتكبوا المناكر والجرائم وهادشي دار فيه أفلام في وسط الكنيسة، وتيتلاحوا الأرواح تيتقتلوا ديال هذاك الولادات الغير طبيعية تتلاح هكاك. لا، الإسلام تيقار، وعلى رأس ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمع أحد 3 الذين جاءوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فقال واحد منهم: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حمد الله وأثنى عليه ولم يمدح أفعالهم، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما والله إني لأخشاهم لله وأتقاهم له، ولكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ماشي شي عيب، هذه فطرة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالخلية ديال المجتمع واليجورة الأولى هي الأسرة. إبليس لعنه الله تيحرص بجميع الوسائل ديالو المتعددة باش يهدم هاد الأسرة، باش يمشي النسل وينتشر الزنا وتنتشر الخيانة الزوجية ويتشردوا الأطفال، وهذا الشيء هذا اللي تنشوفه في الغرب. الإسلام لا، جاء تيشجعنا واعتبر الجماع اعتبروا عبادة. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. معنى بضع أحدكم معنى تمشي تمتع الرجل بالمرأة صدقة حسنة عندك الأجر. قال لي الصحابة: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ أعطاهم المقابل، قال لي: أرأيتم إن فعلها في الحرام عليه وزر؟ قالوا: هي عنده وزر. قال لي: وتما عنده أجر. شي فقيه بغى يقرب هاد المفاهيم هادي ديال الجماع ما بين الرجل والمرأة المزوجين لهذوك اللي تيصليو، وقال لي: شتو دابا، راه إلا مشيتي أنت وجمعتي المرأة ديالك في الحلال بحال إلا قتلتي كافر بالله.
ايوا المراه عندها استعداد وباقيه صغيره وهو كبير وما عندوش الاستعداد والقوه ديال الممارسه الجنسيه دائما، وهي فوق ما بان ليها شي حاجه والعيالات تعجبهم هذا الشيء هذا ديال الرمزيه، ما تيبغوش التصريح بزاف، الرمزيه تقول يلا نقتلوا شي كافر، يلا نقتلوا شي كافر، بمعنى يلا تجامعني راه عندي الرغبه تحركات ليا يلا تحصني. شي مره مسكين تهلك وداك الشيء قال لها شوفي الكفار اللي كاينين كاع في اوروبا وكل شيء راه سلموا ما بقى حتى شي كافر اللي غادي نقتلوه. فهاد الشيء هذا غادي نتحدثوا، لان شحال من وحدين تيعتقدوا بانه الا بغينا نحافظوا على الاسره نكثروا من الفصول القانونيه في مدونات الاسره. شحال من 57 وحنايا جالسين في فسميتو التعديلات، يلا تعديل مورا تعديل وكل شيء، شنو وزدنا الطلاق اكثر، وزدنا الخيانات الزوجيه اكثر، وزدنا الطمع اكثر، وزدنا قله الزواج اكثر، وزدنا مشاكل وتشتت الاطفال اكثر. معناها ماشي القانون اللي هو غيدير، لا لا خصنا نحصنوا الراجل والمراه. وهاد الكلمه اللي تندير دابا داخله في هاد التحصين ديال الراجل والمراه، تحصيناش تحصين جنسيا، راه هذا هو كل شيء. شتي المراه حيت تكون مشبعه جنسيا والراجل حيت يكون مشبع جنسيا، ويجلسوا بالجوع كاع وشي بس ما كان، وياكلوا خبز حرفي شي بس ما كان، ويمشي بتقصيره حمراء وحده خضراء وداك الشيء شي بس ما كان. ولكن في الوقت فاش يكون مشاكل ديال الجنس تنبقاو نقلبوا على شي سبات، هذوك السبات كلهم راه ماشي هما الاصل، الاصل هو الاشباع الجنسي. ولا تنخاطب العيالات الله يجازيهم بخير، ما تكونوش نتوما واحد المغرفه في يد الشيطان يدير بكم ما بغى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. فلهذا انت المسلمه ما تكونيش مغرفه في يد الشيطان يدير بك ما بغى، حصني. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا المواصفات ديال المراه الصالحه، فيها ثلاثه ديال المواصفات، ايوا اجتهدي باش تكون فيك هذه المواصفات. المراه الصالحه هي التي اذا نظر اليها زوجها سرته، واذا اقسم عليها ابرته، واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. نحن نوقف على سرته، معناها سرته اذا نظر اليها؟ سرته في اللباس، في الكلام، في المعاملات، فهذا تيشوفها تيتمنى يبقى غير يشوفها، علاش؟ لأن فرحاته، هذا هو قرة العين. والذين آخر صفة من صفات عباد الرحمن 12 صفة في الأواخر ديال سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هاد الشهوات اللي تكلم عليهم سيدي ربي، أول شهوة وأخطر شهوة وأهم شهوة هي الشهوة ديال النساء. لهذا سيدي ربي قالنا زين للناس حب الشهوات من النساء، ما قالش حب الشهوات من الرجال، لان المراه مطلوبه، هي اللي الاساس، هي اللي تتعطي لها الصداق، هي اللي تترغب فيها، هي اللي سيدي ربي دار فيها الاثاره. فلهذا هذه المراه هذه تنقولوا لها ما تخدميش هذه الاثاره اللي عطاك سيدي ربي في معصيه الله، وديريها للراجل ديالك. لهذا المراه الصالحه الراجل اذا نظر اليها سرته، علاش سرته؟ وتتلبس احسن اللي عندها، علاش تخلي التقشيطات وتخلي كل شيء ولا تمشي تكري وكذا باش توريهم البراني؟ علاش؟ علاش هذا الشيء هذا ما توريش لراجلك؟ علاش ما تفرحيش؟ كل نهار لبسي لي واحد اللبسه وانت وليتي لابسه الكيطمه عزريه بحالك بحاله، اللي تيقول لي عزري البرابر. شي راجل تيتناقش مع المراه ديالو يقول لي حيدي المكياج ونتقابلوا راجل مع راجل، بمعنى علاش هذا الشيء هذا؟ علاش؟ علاش ما تكونيش تتزيني لراجلك؟ وعباده هذه، علاش تخلي ابليس لعنه الله تيتقل عليك؟ هذه عباده. شتي هذاك التزين للراجل ديالك تيفوق هذاك الصيام النافله والقيام الليل وحفظ القران، هذا الشيء كله داك الشيء ديال النوافل تيفوقوا هاد حسن التبعل، تيتسمى حسن التبعل زوج ديالك. انا غادي نقرب لكم هذا الشيء هذا، وهذا الشيء مهم بزاف وخصو يتبارطاج على اوسع نطاق، وخصو ماشي غير نتصنتوا ليه ونتناقشوا حوله ونحاولوا نزيدوا ننميوه كل شيء وننشروه بزاف. بالنسبه نعطيكم نقرب لكم واحد الشهوه اللي هي الشهوه ديال البطن. الشهوه عندنا الشهوه الفرجيه والشهوه البطنيه. الماكله، الماكله، الماكله تناكلو. شكون هي آلة الماكلة؟ يعني آلة الطبخ.
قال لك سيدي احسن طباخ شكون هو؟ هو قال لك الجوع. الانسان حيت تيكون جايه تيشد الخبز وتياكلو وتيمتق وهو تيتلذذ به، حيت يكون شبعان ما تيديهاش فيه. فلهذا عندنا الانسان طبيعيا اما تيكون شبعان تيتشرط في الماكله، واما تيكون جيعان اعطيني غير الخبز يابس، غير خبز حرفي. داكشي علاش تنشوفوا شي ناس في العرس، في العرس كاع في العرس تيكون جالسين واو ما طبالي لي سميت هذاك الشيء، ومحطوط اما تيحطوا مثلا الخبز ولا هذا، وشنو تتصيب راه غادي تحط الشواء وغادي تحط هذاك الشيء، وتنبقاو نقطعوا الخبز طرف الخبز، تنبقى نقطع نقطع حتى تندور في واحد الخبزه كاع كلها خبزه حرفيه. او راه جاي الشواء وجاي بسطيله وجاي، لا لا علاش؟ لان انا جيعان، انا خصني نقضي الغرض ديك الساعه، وحيت تنكون شبعان تنشرط هاد الماكله هي، وتندير من هذه شويه وهذه شويه. هذه اش؟ هذه الشهوه البطنيه، وهذه الشهوه البطنيه هذه ما عندهاش واحد القوه واحد الخطوره، والشهوه الفرجيه خطيره بزاف. راه في الوقت فاش غادي تثور هاد الشهوه هذه، راه ما تيبقى حبسها لا عقل لا والو. وما سمي العقل عقلا الا لكونه يعقيل، معناه تيحبس الشهوات. لهذا المرأة الشهوة الفرجية ديال الجنس راه أقوى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان، فإذا وجد أحدكم شيئا فليأتي أهله. ماشي الشيطان راه قلل من القيمة ديالها ولا لا 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 لا، بمعنى أنه يوظفها الشيطان من حيث تدري أو من حيث لا تدري، فيحرك شهوة ذلك الذي نظر إليها. فإذا تحركت الشهوة ديالو أش غادي يدير؟ هاتو تستيرون تحرك فيه ولا في الجسد ديالو كله، أش غادي يدير؟ يمشي ديك الساعة للمرأة ديالو، واخا تكون كلها عرق، واخا تكون فيها ريحة المرقة، ما تقوليش لا لحتى الغدا ولا ألا، قضي الغرض دابا، حنايا ما عندناش نتسناو، حنايا ما نحتاجوش هادشي هذا الديكور. هذه الأولانية، حيت يجي عندك وفي حديث ولو كانت على ظهر قتاب، واخا تكون على فوق اسميتو فوق الجمل. وهنا ظهر قتاب قالوا فيها العلماء هو هذاك السرج ديال الجمل، كانوا تيجلسوا عليه العيالات باش غادي تولد، باش تسهل عليها الولاده. بمعنى واخا تكون في ديك الحاله وجا الراجل ديك الساعه فاير الشهوه ديالو، ها عنده المراه ديالو، ماشي غيبقى جالس يتسنى ولا شي حاجه، ولا يمشي يستعمل سميتو شي طرق اخرى للاستمناء اللي تيقولوا ليها سميتو، ولا يمشي يزني مع شي وحده، ولا لا لا لا، انت قابلك قابل كل شيء، بحال كيما قبل الخبز الحرفي قابلك حتى انت. هذه نفهموها. وكاين عاود التوجاد، المراه خصها تكون تتوجد، معنى تتوجد تتزين. علاش لو كان كانت المرأة معروضة يوميا ما تعياش من المكياج يوميا في ذاك العرضات؟ علاش تدير المجهود ديالها للناس الاخرين اللي ماشي شغلنا فيهم، يعطيو صفر كاع؟ انا نمشي عندهم انا كلي صفراء بحال لفتة صفراء ويعطيوني صفر، ولكن راجلي نبان فيها انا في الجمال ديالي وكل شيء، ونزيد على هذا الشيء نزين وعندي عباده واجر. شي مره كنت درت الدرس في واحد الفيلا من الفيلات، والعيالات لتحت والرجال الفوق، وتتكلم انا على هذا الشيء ديال التزيين، المراه تخصها تزين للراجل ديالها. وقالوا لي واش هذا الشيء هذا اللي تتكلم دابا بالميكرو، واش الباف كاين عند العيالات حتى هما تيسمعوا؟ قلت له هي، قال لك عافاك زيد في هذا الشيء هذا، زيد زيد زيد. كل شيء تيتشكى، كل شيء تيتشكى من العيالات ديالهم اللي ما تيعتانيوش. كانت قبل ما تزوج ولا يحس الناره والمكياج، تتغدى به وتعشى به وكل شيء. بعد ما تزوجات لا حس داك الشيء كاع كله، ولا ما بقى لا مكياج ولا توجد للراجل. والراجل وراه ولات عندك واش شتي حيت كنتي قبل ما تزوجي ما كانت عندك حتى مسؤوليه، ما ديري حتى حاجه في وجهك والو. وملي دابا تزوجتي راه ولات مسؤوليه، داك المكياج ولا مسؤوليه، خصك تمشي تشريه للراجل ديالك، وما تبيني حتى لشي واحد، وما ديريش بحال اصحاب السبت تضربيها بتكحيله في الليل وتتخليها للنهار، وانت اخت محتجبه وتقول لي ما ودي هذا الشيء، راه غير المكياج اللي كان مع الراجل. راه كاين دابا دي بوماد اللي هي تمسحوا بها المكياجات، ما يبقى حتى شي اثر ديالو. فهذاك المجلس اللي كنت ندير الدرس وتنتكلم على التزيون ديال المراه، واحد الحاج الله يرحمه تكون في عمره شي 80 عام،
جالس حدايا، هما جيراننا تنعرفهم وتنعرف مرتو الحاجه وتنعرف ولادو وحفادو وكل شيء. جالس حدايا وصاب بان هذا الكلام اللي تنقول واحد الحاجه فطريه وهو حتى هو باغيها، ولكن من يقولها يحشم يقولها لشي واحد يقول ليه الحاج واش انت تتكلم في هذا الشيء، حيت سمع بان الدين تيتكلم في هذا الشيء وهذا الشيء راه من الدين. جلس جنبي وقال لي يا استاذ والله الا الحاجه ما تديرش كاع هذا الشيء اللي تتقول انت، بمعنى المراه ديالو في عمرها 70 عام تيتسناها دير المكياج، ما تطلبوش منها دير لنا فون دو تان وريسي ودير لنا هذا الشيء هذا الجديد اللي ولا، الا داك الشيء باش مشات للعرس، واش تعرضت حتى هي للعرس، واش كاينه لتحت هذيك الحاجه كاينه، واش دار شي المكياج ديالها اللي هو العكر الفاسي والحرقوس والسواك وكذا كذا، دار داك المكياج اللي بغا هو، ما تيطلب لا شفار ولا حجبان ولا حتى شي حاجه، تيطلب داك الشيء هذاك الشيء اللي تيطلب. لهذا العيالات اتقوا الله في رجال الكون، وشوفوا واحد القضيه، على قد ما كاين التبرج برا على قد ما الايقاع ديالك تيترفع عندك في الدار، حيت يكون العراء وحيت يكون لك اللباسات اللي بالالوان المثيره اللي تتبين لك الفخذين والصدر وسميتو والظهر وتبين لك كل شيء، ايوا هذاك الشيء اللي كاين في الحرام بينيه انت للمراه ديالك للراجل ديالك في الحلال باش ترفعي الايقاع، والا الا كنتي في واحد الحاله ولا شي حاجه تيمشي يدي الذنوب، راه عنده الذنوب ولكن انت عندك واحد الوزر كبير لان انت السبب، والمراه الصالحه هي التي تعد زوجها للاخره، المرأة الصالحة شكون هي؟ تتوجد راجلها للآخرة، معناتها تتغمض لي عيني صافي، بما معناتها تبغي الله تتشبعوا في الدار، لا من اللباس ولا ما تهمهاش العراسات، العراسات تتمشي بحال إلا شاد حق الله، عادية اللي بغى يعطي صفر صفر، ولكن الدار تتوجد فين ما شافت شي حاجة اللي فيها غير خيوط تتبين مفاتن الجسد ديال المرأة تتشريهم لراجلها، وأنا تنعرف وحدة السيدة الله يذكرها بخير كان الراجل ديالها غادي مع الشيخات تضرب لهم البندير وبغات باش تنقذ الراجل ديالها، وهي دارت الخمار وكل شيء هذاك وبغات تنقذ الراجل ديالها، ولات فين ما كانت شي حاجة مثيرة تتباع وبالثمن، خويطات خويطات تتبين المفاتن ديال الجسد تتشريهم بالثمن لراجلها، ومشات وخرجت من تما وشرات ليه دارت ليه شي بيعه وشريه باش ما نبينش هاد البيعه وشريه باش ما يتعرفش شكون هو. كانت المراه الصالحه سي خصكي تعدي راجلك للاخره، غادي يخرج ما بقى تيفكر في الجنس كاع، اشنو تيفكر؟ تيفكر في الاعمال اللي هي مطالب بها في المجتمع، ما بقى لا يشوف هادي ولا يشوف هادي، ولا يشوف التلفازه ولا يشوف التليفون ولا حتى شي حاجه، كلشي مغمضين عينيه، ماشي السحور ولا هذا هو تيتسمى السحر الحلال، هي انت تصاوبتي ليه بجميع الانواع. لا انا عييت ما ندير هادشي هذا وكاع ما تيديها فيا. وانت يا عبد الله اذا كان مشغول ولا عنده مشاكل ولا عنده هذاك الدهافيك ولا لا، المهم انت عندك الاجر والثواب، على في الوقت فاش تديري الماكياج وتخرجي للزنقه وتقولي حتى واحد ما شاف فيا ولا شي حاجه ولا كذا، الا اذا ما عيط لك حتى شي واحد ولا صفر لك حتى شي واحد ولا شي حاجه تزيدي في فخراس كاع، تقول اودي يكما ما كانتش الاثاره ديالي مزيانه، ونزيد في فخراس معناها نزيد مكياج ونزيد تخنث في الكلام والتخنث في المشيه وكل شيء، وهذاك الاثارات الاخرين في الحرام المحتجبه. شوفي الراجل ديالك ثيريه بزاف، ثيريه تحركيه، ونخاطب هذوك اللي فايتين 50 عام وتصب لك المراه، كان تيقولها لي واحد السيد وانا تنتعجب تنقول كيفاش هذا الشيء هذا اللي ما بقاوش يقدوا ينعسوا في ناموسيه وحده، اما هو التنفس ولا هي ولا شي حاجه وتينعس في بلاصه وهي تنعس في بلاصه. تيقول لها ودي تيعيا في النهار هو تيحاول باش يتغازل معاها ويحرك فيها وداك الشيء هذا، وهي ما مسوق خبر، وتيقول لي الا بغى مثلا يجي معها نهار السبت وخصو يدير من نهار الاثنين يدير الطلب وهو تيبقى من الاثنين للثلاث الاربع الخميس الجمعه والسبت، وياك ماك ما الا ما كانش شي مشكله، والا كانت مشكله مشات عاود سيمانه وتيبقى سيمانه جوج سيمانه ثلاثه، علاش هادشي هذا؟ المراه على الاقل اسبوعيا تيخصها توجد راسها. تيقول لي اودي لها، تقول لي الا ما قلتي لياش راه ما نوجد انا حتى شي حاجه، تقول لي راه بغيت نجامع كامرتي، وتتقول لي زعما هي عند بالها راه طاعي الله، قالت لي شوف انا غير قول لي انا راه الاشاره فوق ما بغيتي، هذيك الحاله ديال فوق ما بغيتي هذاك راه بحال داك الخبز اليابس ولا داك النهار ديال العدس ولا اللوبيا، ماشي فوق ما بغيتي، وخصك انت توجدي كما تتوجدي الماكل، التبصير كيفاش داير والبريزونطاسيون ديال الماكله كيفاش تتحط هكذا حتى انت،
خصها واحد النهار على الاقل نهار في الاسبوع غادي تكوني مقاده ومصوبه وكل شيء. كان عنده الرغبه فبها ونعمات غادي تزيدي تحصنيه وتدي الاجر وكنتي ضمن المراه الصالحه. كان عنده مشاكل ولا شي حاجه الله يكون في عوان، انت ما ضاع عليكش هذاك الشيء، عندك مسجلو الملائكه سجلوا لك داك الشيء، مالك انت؟ نفهموا هذه القضيه هذه. والمراه راه ماشي بحال الراجل، باش تفهموا هذه القضيه يفهموها العيالات، لان من الحوايج اللي بدل ما نديروا قوانين وكذا كذا نكونوا الافراد ديال الاسره نكونوهم. اما يكفينا الاحكام ديال الشريعه اللي وارده في القران وفي السنه كافيه باش تكون احكام ديال تنظيم الاسره كافيه، ولكن الخلل ماشي في الاحكام، الخلل في المطبق ديال هذه الاحكام هذه هي هو اللي عنده الخلل. لهذا باش تفهموا الفرق ما بين الرجل والمراه، شي المراه في اي وقت جيتي عندها تجمعها راه عندها الاستعداد لان ما تتبدل ليها حتى شي حاجه، يمكن ليها تصنع معاك وسميتو تمثل. ولكن الراجل راه صعيب عنده، راه خصو باش غادي عنده الذكر ديالو باش غادي يكون نايض الذكر ديالو داك الشيء، هذا راه ما يمكنش، ما فيهش تصنع، راه خصو الحوايج اللي قدامه اللي تيرو باش غادي يتحرك الذكر ديالو، باش يتحرك، باش يستقم، باش ينوض. فلهذا لا انا فوق ما بغيتي هنا راه الاشاره، ولكن اش غادي يدير باش غادي يستقم باش غادي ينوض باش، وانت الحوايج ديالك كلهم غير مثيره، ويمشي للزنقه ويشوف لك هذه كيفاش دايره، كل وحده تتبين المفاتن ديالها بواحد الشكل، واش يبقى يشوف في الحرام حتى يتحرك عادي يجي عندك انت؟ لا خصك انت اللي تحركيه، ولا تلبس شي لباس وتبقى دايرها ومريضه، ولا هذاك المرض انت اللي تزيدي تمرضي راسك براسك، لا جري على هذا المرض هذا باللباس ديالك بالابتسامه ديالك بسميتو هذاك الشيء، غادي تجري على هذا المرض هذا، الله يكون في العوان، والده بزاف ودايره كذا الحفايد وكذا كذا هي، ولكن انت ما تمشيش تقبلي هذا المرض هذا وتخليه يعش فيك، حيدي عليه جري عليه، لبسي مزيان. راه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كلوا واشربوا والبسوا والبسوا والبسوا، تيخاطب الرجال والعيالات، وفي الدار في الحلال، وتمتعوا من غير مخيلة ولا صراف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شو سيدي ربي حيت تكلمنا على الشهوات وبينا سبعة ديال الشهوات، من بعد ذلك شنو قال لنا؟ قال لنا راه كاين غدا يوم القيامة، واش كاين غدا يوم القيامة؟ شو اش قال؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. في ذاك القناطر المقنطره داك الشيء ما ذكر من هذا الشيء هذا الا رضوان الله، وذكر الازواج، الازواج هاد المراه انت اللي جالسين عليها وهاد الصداع وكل شيء، هي عندها لي ريقل كل مره، هي عندها سميتو النفاس، هي عندها الاستحاضه، هي عندها كذا، رد يوم القيامة قال كنت يقول لك سيدي ربي ما كاينش أزواج مطهرة، ومنها هذيك المرأة ديالك اللي دابا هنايا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. تنتمنى هذا الكلام هذا يدخل مزيان في الدماغ وفي القلب ديال العيالات، وحضيو رجالكم بالتحصين ديالهم بالحلال، عارف راه الرجل ديالك ما غادي يتحرك ليه القضيب ديالو والذكر ديالو الا الا هيجتيه ليه انت بالمشيه ديالك وبالكلام ديالك وباللبس ديالك وبالريحه ديالك وبكل شيء هذاك. اما باش غادي يمشي يحركو منين غادي باش يتحرك؟ غادي يتحرك في الحرام. فلهذا كوني انت حافظه الرجل ديالك، حصني الرجل ديالك، هذه المرأة الصالحة التي تعد زوجها للآخرة، المرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرته. ها هو باش نحصنو، باش ما تبقى تقول لك راه تعدد ولا وإلا وكلتيه وشربتيه وشبعتيه جنسيا وما غيفكر حتى في شي مرأة بغا شي مشاكل، وأنت هملتيه وقلتي ليه لا ما تمشيش تشوف، وحضرتي ليه التليفون وراه هضر مع هادي وتكلم مع هادي، لا لا دير الحبس وسدي عليه، راه حتى الحبس دايرين فيها واحد الغرفة ديال الخلوة باش تجي عندو المرأة، هذيك المرأة اللي جات عند داك الحباس اللي عنده 20 عام وكل شيء راه تيحكوا ليا هذوك الحراس ديال السجن، ما تجيش صفرا بحال اللفتة، تجي بالمكياجات ومصوبة وكل شيء لعند راجلها المجرم السجين. طب الله عز وجل يوفقنا لما فيه الخير، ويكون هذا الكلام هذا سببا
لجمع الشمل ديال شحال من واحد اللي ما قدش يتكلم في هذه المواضيع هذه، وما صاب كيفاش يتكلم ومع من يتكلم وكيفاش يتكلم. فانا سنقول لكم بالنسبه للعيالات، حاولي انت، ثم الرجل راه عنده واحد شي شويه في الرجوله ديالو، راه حيت يشوفك انت جيتي لعنده تعرف بانه مطلوب، ماشي دائما طالبك، دائما تبعك، دائما تبعك الكوزينه، تبعك لهنا، وانت بلاتي الدراري عندك هذاك الشيء هذاك، غيمل غيمشي لعنده وحده، راه غيشوفها وحده تمشي معاه، وانت غادي تيجري عليك والحلال. والاسلام عطاك ثلاثه ديال الجلسات ديال بعد العشاء وقبل الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ما كاينش اللي يدق عليكم حتى الوليدات الصغيورين، باش يعطيك حقك التمتع، وانت هاربه ليه من هنا ومن هنايا. لا، انت شي عرضي عليه راسك، عرضي عليه راسك، تدللي ليه، تغزلي بيه، باش يعرف بان حتى هو راه مطلوب، راه مطلوب، انت طالبه ماشي هو اللي طالبك فقط، لا حتى انت حتى هو راه مرغوب فيه، وتبين ليه هذه المسألة هذه. إلا ما درتيش هذا الشيء هذا غادي تجي شي وحدة تدي في الحرام وتدي الذنوب انتي وتفسدنا المجتمع. نطلب الله يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.